جميع كنشاركوا هذه الفرحه مع الطلبه ديالنا بمناسبه التخرج ديالهم خاصه الدفعه الاولى في الاجهزه المهنيه. الفرحه مع الاطول الاداريه والاساتذه والاولياء واباء وامهات الطلبه، وبهذه المناسبه يعني كنهنئهم جميعا على المجهودات اللي بذلوها خلال المسار الدراسي بالحضور ديالهم بالانضباط ديالهم لي بريباراسيون ديالهم لي كور لي زيكزامان اكسيتيرا. فرحانين بهذا الفوز هذا لانه فوز بالمناسبه هو الاول وكذلك فوز يعني متميز جدا. لا منص من تأديته ونهج لا بد من مواصلته وترسيخه، لأن مؤسستنا حرصت دائما على صون حق التقدير، وفي رحاب التقدير والعرفان ننتقل. خرجين هذه السنة فاتوا 400 خريج، وفي هذا النهار كيتم التكريم ديالي، وهذا التكريم ماشي التكريم لي أنا، هذا التكريم للأطر التربوية والأطر الإدارية، حتى الناس كلشي اللي كتخدم في الستاد من السيكيورتي حتى المدير. دونك بالنسبة لهذا التكريم جاني مفاجأة، لأن أصلا ما كنت منتظر هذا التكريم، لأن أصلا كنخدم في الصالح العام، و هذا الشيء اللي سميتو هو أنا راه ممتن للسيد المدير للأطر التربوية والأطر الإدارية ولا
جميع أسرة فلسطين. Je suis venu participer à cette grande cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 8e promotion de l'École supérieure de technologie ici à la IUL. Et je suis très content. Je viens de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont par ailleurs bien réussi. Je félicite d'abord le directeur de l'école, de l'établissement. Je félicite aussi les étudiants, les lauréats. Il y a tout un parcours qui est devant eux et je suis très content que j'ai même retrouvé des étudiants burundais, des lauréats burundais dans cette cérémonie. La cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'EST. Et puis aussi, on a donné des cadeaux, des trophées à certains, aux enseignants qui ont soutenu ces étudiants. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir organisé cette activité pour honorer les lauréats de l'EST. D'autant plus que c'est la première promotion des étudiants internationaux cette année qui ont eu le diplôme à l'EST. Et là aussi, c'est une joie parce que c'est l'EST ou sinon les établissements de la IUL sont devenus des établissements internationaux puisqu'ils regroupent beaucoup d'étudiants étrangers. Donc pour nous aussi, en tant que consuls généraux, nous avons contribué justement à la venue de ces étudiants pour permettre de créer toute une synergie, une relation entre les étudiants subsahariens et les étudiants marocains, surtout du Sahara, pour créer une dynamique de relation et de coopération sud-sud. C'est pour nous, c'est l'avenir. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde était satisfait de l'organisation de cette activité par la direction de l'EST. On espère que ça va continuer. Merci beaucoup. الفرحة الكبرى هي فرحة طلبة المدرسة العليا للتكنولوجيا الفوج الثامن للموسم الجامعي 22-23 اللي كيعرف خريجي عدد 364 طالب
من الدبلوم جامعة التقني في ستة مسالك: الهندسة المدنية، الهندسة المعلوماتية، الهندسة الغذائية والبيولوجية، تقنية الحانون، مهن الصحراء والبحر، واللوجستيك المالية والاقتصاد. وكذلك خريج 161 طالب من الإجازات المهنية، 5 مسالك بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بما فيها الهندسة المدنية، الإحصاء وذكاء الأعمال، اللوجستيك والجودة، الهندسة البيئية وتدبير الموارد المحلية وتدبير الموارد البشرية. وكذلك 28 طالب اللي تخرج هذه السنة من مركز الدراسات والأبحاث بالوطية بطنطان اللي هو تابع للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون. إذن هاد المسالك وهاد الخريجين كاملين كيتمشوا مع احتياجات سوق الشغل اللي كتعرفوا جهات العيون الساحل الحمراء، مذكور منها بالخصوص وهو اللوجستيك والهندسه المدنيه اللي كتعرف مدينه العيون الان واحد انطلاقه كبيره في المجال الهندسي الميداني. كذلك هي فرحه لهاد الطلبه، كاين معنا هاد الطالب هو هذا نعمان من اكفاء الطلبه، والطالب محمد حبوات هذا هو الماجور ديال شعبة الهندسة المدنية اللي كنتمنى لهم واحد التوفيق كبير، كنتمنى لهم مسار في الحياة العملية ديالهم، ونتمنى لهم سواء الالتحاق بالإجازات المهنية لا سواء عندنا بالمدرسة العليا، أتمنى ذلك الخريجين ديالنا يجيو المدرسة أو في مؤسسات أخرى جامعية أخرى، أو كذلك الالتحاق بالسوق الشغل لأننا محتاجين واحد الكفاءات مهنية جامعية. وهنيئا لجهة العيون الساقية الحمراء بهذا المشروع اللي هو مشروع الجامعة بالقطب الجامعي للعيون الساقية الحمراء. الشكر موصول لرئاسة جامعة ابن زور ورئيس جامعتها السيد عبد العزيز بن ضو، الشكر موصول كذلك للسيد والي جهة العيون الساقية الحمراء اللي كيدعم المدرسة، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، رئيس المجلس الجماعي للعيون، المنتخبون، المصالح الأمنية، المصالح الخارجية، رؤساء المصالح، وكذلك وبالخص الأطر الإدارية والتربوية وطلبة المدرسة العليا. هنيئا لنا وهنيئا لهم. كنشكر الأستاذ السي حميد الرقيبي الإدريسي اللي كيسهر على الراحة ديالنا وتعطينا واحد الوقت اللي هو كبير، وصراحة ما واخا نضروا جميع المدارس جميع الكليات جميع المغرب كامل ما لقاوش بحال هذا الاستاذ حميد الرقيبي الإدريسي، راه والله الا من احسن العامين اللي دوزنا فهاد المدرسه هذه مع السيد المدير، وكنشكروه كثيرا على الوقت اللي كيعطينا والمجهود اللي كيعطينا كثيرا، والله شاد كلمات خرجي من القلب اسكت. ماشي السلام عليكم. اليوم بغيت نشكر جميع الاساتذه والاباء ديال الوالدين ديالي على المجهودات ديالهم، بفضلهم اليوم تخرجنا من بعد عامين ديال التعب وعامين ديال المجهودات الجباره. كنبغي نشكرهم وكنشكر جميع الاساتذه اللي ساهموا في هذا الحفل ديال اليوم، وكنشكر كذلك الاستاذ المدير ديال المؤسسه العليا للتكنولوجيا، بالفضل ديالهم حنا اليوم تخرجنا، وبفضل ديالهم غنقدروا نزيدوا قدام ونكملوا في المسار الدراسي ديالنا. كنشكروا المعهد العالي ابن زهر على هذه الفرصه اللي عطاونا وهذه المجهودات الجباره اللي داروا للابناء ديالنا وبناتنا، كنبغيو نشكروهم بزاف بزاف، وحنا فرحانين لان عندنا بحال هاد الكوادر هاد الاطر في العيون او الاقاليم الجنوبيه، وكنتمنوا لهم مستقبل زاهر، وحنا فرحانين ان وليداتنا لقاو بحال هاد المؤسسات العليا في الجنوب، وكنتمنوا المزيد ان شاء الله يزيدوا لنا معاهد اخرى او ادارات اخرى، يعني مؤسسات عليا يعني جامعات عليا في الجنوب باش وليداتنا يستافدوا اكثر واكثر. كنشكركم مره اخرى وبارك الله فيكم، وان شاء الله كنتمنوا لوليداتنا مستقبل زاهر ويلقاو ما احسن ان شاء الله يا ربي. وكنشكروا الاطر ديال المؤسسات ابن زهر على هاد المجهودات ديالهم وعلى هاد الشيء اللي عطاو لوليداتنا، وكنتمنوا ان شاء الله لهم راضي على بنتي بزاف. فعلا صراحه انايا فخوره ان بنتي قرات في هذا المعهد، وكيشرفني بزاف والله، لانني انا كنت محرومه في العهد ديالي ما كانش هذا المعهد. انا قريت في نزور ولكن في اكادير، ما قرينا من الجامعه في نزور، والحمد لله هذا راه شي حاجه فخر كبير، هذا شي حاجه زوينه لينا المؤسسه، شي حاجه زوينه بالنسبه للدوله ديالنا لان عطاتنا وفكرت في وليداتنا.